تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما الشعور بالسعادة مستمعينا الأعزاء والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ البرنامج، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وأيضا في الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأيضا موجود معي اليوم في البرنامج وتشاركني إن شاء الله في تقديم الحلقة دكتورة هند العوضي. صباح الخير عبد الله، صباح الخير لجميع المستمعين. صباح النور والسرور، وأنا محدثكم مستمعين الأعزاء عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء بأن عندنا أول فقرة، فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان دراسة تكشف عن كيفية حماية الرجال والنساء من الخرف. طبعا تفاصيل الدراسة هاي بتكون مع الدكتورة هند العوضي. ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها، بتعطينا إن شاء الله هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. وموضوعنا لهذا اليوم عن فقرات ومستجدات كوفيد 19 تحت عنوان مرضى الجهاز التنفسي وكوفيد 19، بيكون ضيفي عبر الهاتف الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بهيئة الصحة بدبي، وبنستعرض معاه الكثير حول هذا الموضوع. وأيضا في نفس السياق ومستجدات كوفيد 19 عندنا موضوع آخر اليوم عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لطلبة المدارس، وبتحدثنا عن تفاصيل هذا الموضوع الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. فهاي كلها مواضيع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة الأخبار دكتورة هند، ودراسة تكشف عن كيفية حماية الرجال والنساء من الخرف. طبعا احنا كلنا نعرف ان خطر الاصابه بالخرف تزيد بزياده عمر الشخص، لكن العديد من الدراسات صبت في هذا المنص، وكشفت دراسه حديثه ان الانشطه الترفيهيه اللي تحفز الفكر من الممكن انها تقلل من خطر الإصابة بالخرف، حيث تبين أن النساء وليس الرجال اللواتي يقرأن الصحف بانتظام أقل عرضة بنسبة 35% بالإصابة بالخرف من بقية السكان. وأيضا يقل خطر الإصابة بالخرف لدى الرجال بنسبة 36% إذا استخدموا الهاتف المحمول بانتظام. وبعد كشف التحليل أن الأشخاص المتزوجين اللي يتشاركون في هواية محددة هم أيضا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 30%. وقالت المعدة للدراسة باميلا الميدا ميزة، طالبة دكتوراه في جامعة كاليفورنيا في مكافحة الخرف، ثبت جيدا أن بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الاكتئاب ضرورية للوقاية. ومع ذلك فإن النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تسهم في الأدلة تظهر أنه بالإضافة إلى ذلك يمكننا تزويد أدمغتنا بالقدرة على تحمل الضرر مع الاحتفاظ بالوظيفة عن طريق اختيار الانخراط في نمط حياة ممتع. والأهم من ذلك أن بحثنا أجري على أفراد تبلغ أعمارهم 50 عام فما فوق، ما يدل على أنه لم يفت الأوان بعد لإنهاء كتاب
أو إعادة مزاولة هواياتنا أو حتى البدء في ممارسة مهارة جديدة. نعم. معناته أنت لازم تخلي مخك شغال، تتعلم صحيح. هواية جديدة، تقرأ كتاب ما تتقارن بهاي الطريقة، أنت تخلي خلايا المخ عندك شغالة وممكن تحميك هاي الهواية من الخرف أيضا. نعم جميل دكتور. هو دائما يعني يعني تقليل الإصابة أو الأعراض الخرف مثل ما ذكرتي دكتورة، دائما الإنسان لابد أنه يكون عنده أنشطة بحيث أنه يعني بشكل دائما يكون عنده برنامج رياضي ولا أنشطة ولا هوايات معينة يكتسبها على أساس أنه يعني تقلل من أعراض الإصابة بالخرف. بالضبط. ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، ودائما مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. ننتظر الأخت أسماء الجناحي. مرحبا أختي أسماء، صباح الخير. صباح الله بالنور وعليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالعافية. مسوية مقلب فينا اليوم أسماء، ما تردين. لا كنت شفت اللي حاطة ميوت كالعادة. شو عندك أسماء حكنا؟ شو عندك من أخبار حكنا اليوم؟ نحن في قنوات التواصل الاجتماعي نحن بس نأكد على موضوع أهمية المواعيد المسبقة لمراكز التطعيم. ممكن أخذ الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App أو من خلال الرقم المجاني 8342. أيضا نأكد أيضا لحكومة دبي، ممكن موظفين حكومة دبي أن طريقة حجز الموعد أنه هو عن طريق التطبيق، مجرد ما يضغط يطلع له هل أنت موظف حكومة دبي، ممكن يضغطون من يضغطون يطلب منهم رقم الوظيفي والجهة وعلى طول راح يطلع له موعد للتطعيم ويقدر يختار أيضا نوع التطعيم اللي هو يحتاجه. وهذا نفس الطريقة عن طريق رقم المدني 8342. أيضا نأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهذه من دائما الأشياء اللي نحن نتجاوب فيها مع المجتمع، مثل غسل اليدين، تباعد اجتماعي، والأمور الثانية مثل تباعد اجتماعي. ما زلنا نأكد إنه يعني زين نلاحظ إن بعض الأشخاص شوي يعني بعد ما يأخذون التطعيم تقل شوي عندهم الالتزام ويكونون يكتبون بعض الرسائل في قنوات التواصل الاجتماعي إن الحين ممكن ننزع الكمامة، ممكن هالمعلومات غير صحيحة. حتى بعد بعد أخذ التطعيم نتمنى من جميع التزام الجهات الوقائية، لأن يعني اليوم بي وقته أكيد الجهات الصحية والجهات الرسمية والجهات المعنية راح تعلن عن هذا الموضوع، لكن دام من الإجراءات أو القوانين موجودة يعني نحن نتمنى من جميع الالتزام، لأن القوانين ما نحقق إلا عشان خدمة المجتمع وسلامتهم. تقريبا هاي يعني الأشياء اللي نحن دائما نأكد عليها أو أكثر الاستفسارات اللي جتنا خلال قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا أختي أسماء، نتمنى لك أيضا الصحة والسعادة ويوم موفق إن شاء الله. دكتورة، حول موضوع الكمامات، للأسف أن في الكثير من الناس تعتقد أن إذا أخذ الجرعة الأولى من اللقاح أنه يعني هو نوعا ما يعني يتهاون في الإجراءات الاحترازية، مثلا غسل اليدين أو لبس الكمامة أو حتى يعني المحافظة على الابتعاد، يعني المسافة بينه وبين الآخرين. فشو تقدرين تخبرينا في هالموضوع؟ وللأسف هذا التصرف احنا شفناه عند العديد من الأشخاص، ان بمجرد ما انهم حصلوا على جرعتهم الأولى خلاص هم حطوا في بالهم انهم ما صاروا في السليم وفي الأمان وفي السيف سايد، فما له داعي اني انا اتم لابس كمامي ولا اغسل ايدي ولا خلاص، يعني ما له داعي هذا التباعد الجسدي بعد. ولاحظنا ان العديد منهم اصيبوا بكوفيد بعد حصولهم على جرعتهم الأولى، لان احنا مثل ما قلنا هي عبارة عن سلسلة من التفاعلات المناعية. الجرعة الأولى لا تعطيك الحماية اللي احنا نبي نوصل لها، لا تعطيك الحماية القصوى هذه من التطعيم. الحماية هذه تتكون بعد حصولك على ثاني جرعة، وأيضا مرور أسابيع بعد ثاني جرعة، وحتى بعد حصولك على ثاني جرعة أنت مش في مأمن. لازم نستمر في إجراءاتنا الاحترازية لين ما نوصل للنسبة اللي احنا مستهدفينها في المناعة المجتمعية. بهاي الطريقة احنا بعدين نقدر نقلل شوي من اجراءاتنا الاحترازية، غير ذلك ما زال على الجميع سواء كانوا مطعمين او غير مطعمين، الكل لازم يستمر في الالتزام في الاجراءات الاحترازية. صحيح.
فمستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة بأن الجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، لبس الكمامة دائما بشكل مستمر، وغسل اليدين، وأيضا الحفاظ على التباعد الجسدي، سواء أنت ماخذ التطعيم الجرعة الأولى أو حتى إذا أخذت الجرعة الثانية لابد أنك تلتزم بجميع هاي الإجراءات. دكتورة بنطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوعنا اليوم، ضيفنا بيكون عبر الهاتف، نعم، الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ومرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرحب فيك دكتورة هند، ونكمل إن شاء الله موضوعنا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لطلبة المدارس. طبعا مستمعين الأعزاء، مثل ما تعرفون أن هيئة الصحة بدبي يعني أطلقت حزمة من الإجراءات والتعليمات الاحترازية المتعلقة بطلبة المدارس لحمايتهم من كوفيد-19 وتعزيز الصحة العامة لديهم. دكتورة هند، لو نتكلم معك عن الدليل الإرشادي، طبعا أطلقتم أنتم الفترة الأخيرة أكثر من دليل إرشادي خاص بطلبة المدارس، والدليل الإرشادي الخاص بمرض كوفيد-19 وأيضا للمخالطين. لو نتحدث معك اليوم دكتورة عن الدليل الإرشادي اللي أصدرته هيئة الصحة الخاص لطلبة المدارس والنصائح الواردة فيه. طبعا عبد الله، احنا مخصصين يوم الثلاثاء للحديث عن كوفيد وكل ما يتعلق بكوفيد-19. اليوم راح نتحدث شوي عن نرجع نذكر المستمعين بالاجراءات الاحترازيه في المدارس، وراح نحدثهم شوي عن الدليل الارشادي اللي صممناه للمدارس. باختصار، هذا الدليل الارشادي يحتوي على كل الامور المتعلقه في المدارس من ناحيه اجراءات احترازية ضد كوفيد-19، كيف يتصرفون إذا اكتشفوا حالة عندهم في المدرسة، كيف يتصرفون إذا شكوا أن في أشخاص مخالطين لحالة موجبة، وطبعا إلى جانب أن الدليل مش فقط يوعي الطاقم التدريسي، ولكن أيضا الدليل يحتوي على بعض الإرشادات الخاصة بأولياء الأمور، أيضا كيف يتصرفون إذا اكتشفوا أن طفلهم مصاب أو طفلهم مخالط. على سبيل المثال، أنا إذا كنت كولي أمر واكتشفت أن طفلي كان مصاب بكوفيد-19، فأنا أول شيء أسوي إن ما أرسله للمدرسة، وما أرسل أخوانه أيضا للمدرسة بحكم أنهم صاروا مخالطين لهاي الحالة. ثاني شيء، أتصل في المدرسة وأبلغهم بهذا الأمر، وبعدين يدخل طفلي في العزل الصحي لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، يعتمد على حالته سواء كانت مستقرة أو لا، ولكن أيضا الأشخاص اللي ساكنين معاه في المنزل يعتبرون مخالطين، من ضمنهم هو نفسه كولي أمر وأيضا الأطفال الآخرين، فما يبعثهم للمدرسة ويبلغ المدرسة كاملة سواء كانت مدرسة واحدة أو أكثر من مدرسة، يتأكد أنه قام بإبلاغهم، لأن في إجراءات أيضا سيقوم بها الطاقم التدريسي في المدرسة، من ضمنها أنه أي شخص كان مخالط لهذا الطفل أيضا المفروض يدخل في الحجر الصحي اللي هي 10 أيام، إلى جانب أنه بيشددون من إجراءاتهم الاحترازية. هذه من ناحية إذا أنا اكتشفت طفلي كان مصاب أو كان مخالط. وأيضا في دليل إرشادي كان توعوي أيضا عبد الله، احنا ذكرنا فيه العديد من النصائح من ناحية كوفيد، النصائح لأولياء الأمور والنصائح للطالب نفسه أيضا، وأيضا من بإمكان الطاقم التدريسي أن يستفيد من النصائح الموجودة فيه. كان فيه العديد من النصائح الخاصة في ماذا تفعل في الصف، شو بتسوي في الباص، الحافلة المدرسية، شو بيصير إذا مثلا أنت كنت في العيادة، في الكافتيريا،
الكانتين. هاي النصايح احنا يمكن انتو الشخص يشوفها جدا بسيطة، ولكن في التكرار والإعادة الإفادة يمكن في بعض الأمور الواحد ما ينتبه لها. جدا مهم الطالب لما يكون في الصف انه احنا نعرف انه يعني التواصل الجسدي بين الأطفال جدا مهم بالنسبة لهم، أصدقائهم وأحبائهم صار لهم فترة ما شايفينهم، وهم نحاول نذكرهم انه حافظوا على مسافة كافية بينكم وبين زملائكم، لا تتشاركون أدواتكم الشخصية مع زملائكم في المدرسة. وهذا الشيء ايضا ينطبق لحافظة الطعام ايضا. عبد الله، احنا نعرف الاطفال يحبون يجربون اكلات الاشخاص الثانيين زملائهم. وكثير اكيد انت سمعت فلان كان جايب هاي الاكله، انتوا ليش ما تحطوا لي مثلها؟ فمعناته هو مجرب اكله فلان وعايبت لنا فيبي مثلها. فالحين في فتره كوفيد نحاول نقول لهم ان لا تتشاركون الاكلات مع الاخرين، اذا انتوا كنتوا حابين شيء معين خبرونا، احنا بنحرص على توفيره لكم في حافظة طعامكم. وجدا مهم علب الماي بعد ان ما يتشاركونها مع زملائهم. نعلمهم عن الكمامات، انواع الكمامات، نشرح لهم كيف يلبسون الكمام، يشلون معهم كمية كافية من الكمامات. سبحان الله، هذا الكمام اثناء تواجده في المدرسة اتمزق او تبلل او طاحت منه، فيكون عنده احتياط عدد من الكمامات في شنطة المدرسة أيضا. نعم الدكتورة، جميل جدا الحقيقة، يعني هاي الإجراءات وأيضا المعلومات المفيدة اللي مثل ما ذكرتي أنها يعني تفيد الجميع، سواء الطلبة أو الإدارة المدرسة وأولياء الأمور. فيعني خدتوا انتوا الموضوع شمولي ومتكامل، بحيث ان الكل يكون يعني مستفيد من المعلومات اللي موجوده في الادله الارشاديه هاي. دكتوره، يعني المحافظه على الامن الصحي للمجتمع المدرسي ايضا جانب انتوا خدتوا بالاعتبار، لو نتحدث في هذا الموضوع. جدا مهم أن الكل يتعاون في الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع المدرسي. إحنا ما يصير فقط نلقي الثقل كله على الطاقم التدريسي، إحنا كأولياء أمور أيضا عندنا بعض المسؤوليات في حفاظنا على هذا الأمن الصحي. من ضمنها إحنا لازم نوعي أطفالنا بالوضع الحالي. هذا الوضع الحالي صار لنا هاي ثاني سنة التوالي الأطفال يواجهون هذه الجائحة، فإحنا لازم نستمر في تذكيرهم بالإجراءات الاحترازية، الوضع الراهن، نرد نذكرهم بشو هي كورونا، كيف أنا أحمي نفسي. المثلث الذهبي وايد بيسهل الموضوع على الأولياء الأمور للأطفال. كماماتك، نظافة إيدينك، تباعدك الجسدي، هذا جدا مهم. إحنا كأولياء أمور أيضا لازم نتعاون مع الطاقم التدريسي في ناحية أي تعميمات يصدرونها، أي إجراءات المفروض إحنا ما نضايج من المدرسة إذا هي أصدرت لائحة إجراءات وقوانين في نطاق يصب في نطاق حفاظ الحفاظ على صحة الطلبة وأيضا الحفاظ على صحة المجتمع. نعم. وبعد يعني حتى لو احنا ما كنا اولياء امور، احنا كمجتمع ايضا لازم نساهم في حفاظنا على المجتمع المدرسي هذا. نقدر الظروف اللي تمر فيها المدرسة، نحاول ان نقدم لهم الدعم باي طريقة ممكنة. وبعد الطالب ايضا يقع على عاتقه ايضا انه يوعي نفسه، يكون واعي ويحاول ان ما يتضايج من الاجراءات الاحترازية اللي قاعدة تصير في المدارس. ولازم يحط في باله دائما أن كل الأشياء اللي قاعدة تصير هي تصب في نطاق حفاظهم على صحته وسلامته. نعم جميل دكتورة. أيضا يعني من الأمور المهمة اللي تطرقتي فيها يعني الخاص بالأمن المجتمعي الخاص بالمدرسي، هناك أكيد طبعا دكتورة يعني تم وضع إجراءات من قبلكم خاصة بدور يعني إدارة المدرسة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبعا مهم.
طبعا كان في العديد من البروتوكولات اللي انطلبت من الإدارة المدرسية من قبل الهيئة ومن قبل إدارة الأزمات والكوارث وأيضا من قبل هيئة تنمية المجتمع. أيضا انطلب منهم العديد من البروتوكولات اللي لازم هم يتبعونها ويحرصون أنها هي منفذة في المحيط المدرسي. وأيضا العديد من الورشات قدمت لهم عشان يعرفون كيف يتصرفون إذا لا سمح الله طالب في أثناء تواجده في الصف مرض فجأة، وين يودونه، كيف يتصرفون، شو هي الآلية الصحيحة اللي ممكن تحافظ على الطفل وعلى باقي الأطفال. أيضا من ضمن هاي الأشياء اللي انطلب منهم أن يخصصون غرفة مخصصة للعزل إذا لا سمح الله أي طفل ظهرت عليه أعراض يأخذونه لهذه الغرفة. هي طبعا الاسم شوي يمكن يخوف، لكن هي مجرد غرفة عادية منعزلة عن باقي الطلبة وباقي أرجاء المدرسة. يعني كانت هذه واحدة من الأشياء اللي انطلب من الطاقم التدريسي أن يقوم بوضعه في المدرسة، إلى جانب حفاظهم على مسافة التباعد الجسدي. الصفوف فيما بينها لاحظنا صار في تغيير جذري في طريقة قعدة الأطفال في صفوفهم. إذا أنت رحت عبدالله لصف أطفالك بتشوف صحيح. أن الوضع مو مثل قبل. نعم. يلستهم تغيرت عن قبل. هاي هي واحدة من الأشياء اللي انطلبت من الإدارة المدرسية أن ينفذونها من ناحية الإجراءات الاحترازية. صح دكتورة، عندنا ثلاث دقائق، في آخر ثلاث دقائق شو تحبين تنصحين يعني سواء يعني أولياء الأمور أو يعني أفراد المجتمع عن موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية لطلبة المدارس؟ طبعا المجتمع المدرسي جزء لا يتجزأ من مجتمع إمارة دبي. لازم الكل يتعاون في الحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا في المدارس. وأيضا هي عبارة عن منظومة متكاملة، والشغل هو شغل فريق كامل متعاون يتكون من أولياء الأمور، الطلبة، وأيضا الطاقم التدريسي. الكل لازم يتعاون، يكون فاهمين بعض ومتفقين على أن صحة وسلامة الأطفال تقع في قائمة أولوياتهم. لذلك ما يصير نقول فقط جهة معينة هي مسؤولة، الجميع مسؤول عن الجميع، وإن شاء الله يدا بيد سوف نتعافى. صحيح. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة بأن الجميع مسؤول عن الجميع، والجميع لابد أن يكون يعني على دراية كاملة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا. دكتورة نحن مستمرين وياك، ولكن بنطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع آخر اليوم حول موضوع مستجدات كوفيد 19، وحديثنا بيكون عن المرضى اللي عندهم يعني مشاكل في الجهاز التنفسي، وبيكون معنا عبر الهاتف الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بهيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء بإمكانكم التواصل معنا، نذكركم بالأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم سهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الثانية، فقرة مستجدات كوفيد 19، واليوم تحت عنوان مرضى الجهاز التنفسي وكوفيد 19. ومثل ما تعرفون بأن لمرضى الجهاز التنفسي مستمعينا الأعزاء واللي عندهم الحساسية لهم ظروف خاصة مع كوفيد 19، ويستلزم دائما أن يكونون تحت حماية أكثر. وهذا طبعا حديثنا اليوم مع ضيفنا الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بهيئة الصحة بدبي. دكتور بسام صبحك الله بالخير والعافية. صبحك الله بالنور، يا هلا، كيف حالكم؟
مرحبا دكتور بخير، الله يحييك. عفوا، معنا اليوم طبعا بعد الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي للحديث عن موضوع مرضى الجهاز التنفسي مع مستجدات كوفيد-19. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن الظروف الصحية لمرضى الجهاز التنفسي. هو طبعا احنا لازم نأزل ما بين نوعيتين من أنواع المرضى. نوعية اللي هم تيهم أمراض جهاز التنفسي عارضة، وهذه كل نزلات البرد، يعني كل مريض عنده نزلة برد، إنفلونزا أو غيره أو كذا، يعتبر عنده شيء في الجهاز التنفسي. بس اليوم هذه مش محور الحديث. محور الحديث اليوم عن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي. تمام؟ نعم. ألو؟ نعم دكتور. أسمعك دكتور. تمام. فهذه لهم نوعين. النوع الأول اللي عندهم أمراض حساسيات في الجهاز التنفسي، مثل أمراض الربو، حساسية الأنف. تمام. نعم. هذيلة غالبا يحتاجون إلى أن يلتزمون في أدوية الربو وأدوية الحساسية، وفي الغالب هذيلة ما يكون عندهم إشكالية مع مرض كوفيد، سواء كانت سواء كانت مثلا عندهم إصابة بالمرض الآن، أو إن بيأخذون التطعيم. هذيلة ما عندهم إشكالية في هذا الشيء أبدا، لأن معظم الدراسات تقول إن إذا التزموا بالأدوية مالتهم وبالتالي كانوا يأخذون الدواء بشكل سليم، ما بيكون عندهم فرق بينهم وبين الشخص الطبيعي العادي. تمام؟ نعم. طيب النوعية الثانية، لا، اللي عندهم أمراض مثل انسداد رئوي مزمن أو انفيزيما، هذه اللي بسبب التدخين، هذه يكون عندهم قصور في وظائف الرئة، وقد يكون الأكسجين عندهم الطبيعي على اليلسة وهم ما يسوون شيء ناقص، أو لما يتحركون يكون ناقص. هذه مجموعة. المجموعة الثانية اللي عندهم شخير مزمن. بتقول لي طيب في ناس وايدين يشخرون، صحيح، بس مش كل واحد يشخر ويوقف النفس عنده وينزل الأكسجين. صحيح. النوعية الثالثة الناس اللي عندهم تليف في أمراض الرئة. هذيلا النوعيات الثلاثة، لا، إذا أصابهم مرض الكوفيد لا سمح الله قد يتأثرون أكثر من غيرهم، وقد يحتاجون إلى عناية خاصة من ناحية أن أدوية الكوفيد قد تطول معاهم، نحتاج نعطيهم كورتيزونات عشان الالتهابات تخف. تمام؟ وأيضا هذيل اللي يباهم يأخذون اللقاحات بأسرع وقت ممكن. صحيح دكتور. طبعا جميل جدا، يعني أعطيتنا فكرة الحقيقة عن يعني اختلاف النوعين هذيلا بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة، سواء إذا كان يعني مرض الربو أو الحساسية المزمنة أو الحساسيات الأخرى سواء في الأنف أو في الصدر. وأيضا يعني ذكرت بأن الفئة الثانية اللي هي أكثر ممكن تكون خطورة، يعني إذا انصاب بالفيروس اللي هم عندهم مشاكل في يعني انسداد رئوي أو نتيجة التدخين أو الشخير أو ما شابه ذلك. كيف دكتور يعني الشخص، يعني خلنا نقول الفئة اللي هم أكثر عرضة أو خطورة إذا انصابوا بالكوفيد-19، يتم يعني كيف يتم التعايش مع هاي المشاكل بحيث أنه يعني ما يتأثر الحقيقة بمضاعفات كوفيد-19؟ طيب أولا إذا أنا فهمت السؤال صحيح، أن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كيف يتفادون؟
إنه ما يصير عندهم الشيء، صحيح؟ نعم. هو دكتور يعني أنت اليوم صراحة يعني بينت لنا جزئية مهمة جدا، لأن إحنا قبل كنا نعتقد إن يعني اللي عندهم أمراض مزمنة تنفسية رئوية هم عرضة يعني للإصابة بكوفيد 19، وأيضا يعني المفروض إنه يأخذون حذرهم من كثير من الأمور، الإجراءات الاحترازية والوقائية. ولكن اليوم أنت ذكرت بأن الفئة اللي عندهم مثلا أمراض الربو أو الحساسية، حساسية الأنف وما شابه ذلك، إذا هم منتظمين في أخذ الأدوية بشكل صحيح ومراجعاتهم مع الطبيب، فهذه لا خطورة، ما عليهم خطورة. أما الخطورة على الفئة الثانية اللي تفضلت فيها، اللي عندهم مشاكل يعني في أمراض انسداد رئوي أو يعني الشخير المزمن أو التليف في أمراض الرئة مثلا. هذيلا أولا لازم يعالج المرض الأصلي اللي موجود عندي. مثلا واحد عنده شخير لازم يسوي فحص النوم، يتأكد إذا كان الأكسجين ينقص عنده ولا ما ينقص، صحيح؟ نعم صحيح. إذا كان ينقص الأكسجين معناته هو لازم يأخذ الأكسجين بحيث إنه ما يكون عنده قصور في الأكسجين داخل الرئة. إذا كان التوقف يكون انسداد، يأخذ جهاز يسميه سيباب وغيره. إذا كان عنده انسداد رئوي مزمن، إذا كان عنده تليف، إذا كان عنده كذا، هذين المرضى لا لازم يأخذون الأدوية مالتهم، بحيث إن لو لا سمح الله أصيبوا بالمرض ما تكون مضاعفاته شديدة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا أخي، لا تنتظر لين ما يجي المرض، هذه الفرصة إنك تتأخذ التطعيمات. يعني أنا أتعجب الناس اللي يقولوا طب أي واحد آخذ، طب هذا أحسن يا أخي. أفضل لقاح لك هو اللقاح اللي تقدر تأخذه بأسرع وقت. بالضبط، أتفق معك. أتفق معك دكتور في هاي النقطة. وإذا كان أنت عندك إشكالية في أنك أنت تخاف يصير يعني يخاف مثلا أن ممكن يصير لك شيء، لا يا أخي حصن عمرك بدل ما تنتظر لين ما يجيك الشيء ولا كذا. يعني دائما احنا نقول الوقاية أفضل أو خيرا من ألف علاج، هذا تطبيقها في هاي النقطة الآن. فنقول أن خذوا الأدوية مالتكم، حيث أنه لو لا سمح الله سوالكم شيء ولا كذا، تمام، عقب حالك حال الناس جميعا تاخذ اجراءات الوقايه العاديه اللي هي اخي، حتى لو انت كنت يعني حتى لو انت كنت يعني لو انت كنت ماخذ لقاح او غيره او كذا، بعد بتلبس الماسك، بعد بتغسل ايديك، بعد انت تغسل كذا. يمكن واحد يجيب الان معظم المسؤولين الرسميين اللي يطلعون في الاخبار ولا كذا من الشيوخ وغيره، هذا كلهم ماخذين التطعيم، لكن مع ذلك تحصل قدوة لابس هذا وما يسلم وكذا، لأن هذا الفيروس بيقعد معنا الفترة إلى أما ينتهي. صحيح يعيش حياتك بشكل طبيعي بس بشكل وقائي، نوع من الوعي. نعم صحيح، في نوع من الوعي، هذا اللي نحن نقوله. وأكبر وعي الآن مش ما تجلس تجادلنا والله لا هذا التطعيم ممكن يكون في مشكلة، والله أنا قريت عن هذا التطعيم. يا أخي أنت من وعي عشان تقدر يعني، مع الأسف الشديد يعني أنا ما أحب أخذ في النقطة هاي، لكن قراءة الشخص العادي للدراسات الطبية استشرافة أو استشرافة للاستنتاجات في غير محلها، صحيح يعني طبيعي بك بيقول لك إذا أنت تقدر تأخذ ولا لا. وفي اعتقادي ما في أي إنسان ممنوع أن يأخذ التطعيم، حالات خاصة جدا وتكلمنا عليها. لو تذكر لنا دكتور هاي الحالات، لأن الكثير قايل أنا فيني أزمة ربو شديدة، أنا ما باخذ اللقاح، أنا مثلا عندي حساسية مفرطة، أنا ما راح أخذ اللقاح. صحيح. دكتور لو عشان نختصر الموضوع على المستمعين، شو هي الفئات اللي ما تقدر تحصل على اللقاح، الفئة المستثناء يعني، وشو هي الفئات اللي من الممكن أنها تحصل على اللقاح ضمن إشراف طبي؟ طيب زي أول شيء نقول الكلمة الأساسية. أي حد لازم يأخذ اللقاح، وما في حد مستثنى إلا قليل جدا وبالضبط الآن. بالضبط. واحد، شخص عنده نقص مناعة، بمعنى لا سمح الله عنده مرض HIV أو غيره أو كذا، هذا ما يقدر يأخذ. يعني أنا عندي مريض اتصل فيه قال لي أنا عندي التهاب HIV والآن هذا يعالج. فقلت له انتظر، لكن قريبا بيقدر ياخذ الفايزر لانه مش فيروس. طيب شخص ياخذ علاج كيماوي ينزل المناعة، أوكي. تمام. والعلاجات الكيميائية هذه معروفة، صحيح صحيح، تمام. اوكي، بعض العلاجات الكيماوية
تستخدم في أمراض الروماتيزم أيضا هذه معروفة. طيب الآن شخص أخذ الجرعة الأولى وتحسس تحسس قوي، يعني أنا يوني مرضى قالوا أخذنا الجرعة الأولى وما قدرنا نتنفس وكان في حساسية قوية وكذا، لا هذا تنتظر وشوفك الدكتور، ولما بنتعطى الجرعة الثانية تعطى بإشراف الطبيب. طيب أما الأدوية الثانية من ضمنها الأدوية البيولوجية اللي تعطى الآن بشكل كثير لأمراض الروماتيزم ولأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجلدية وغيره وكذا، وهذا هذه ما في منهم إشكالية. معظم المؤسسات الأوروبية والأمريكية قالت إن المريض يأخذهم ما بيكون في عنده مشكلة. وبالتالي ظلت الفئة المستثناء قليلة جدا. والله أنا عندي ربو شديد ما أخذ، لا يا أخي بالعكس، أنت اللي عندك ربو شديد أنا أباك أنت تأخذ. بالضبط. وشو عن الكورتيزون اللي يأخذون الكورتيزون دكتور؟ طيب الآن الكورتيزون ما فيها إشكالية إلا إذا أنت مريض تأخذ كورتيزون بنسبة عالية بشكل يومي. أما واحد أخذ كورتيزون من 3-4 أسابيع أو من 3-4 شهور لا. أو أنا ما زي، وفي ناس الآن مع الأسف الشديد تتعذر أن أنا بشتغل عن بعد وبعد ما أقدر أخذ التطعيم وبالتالي لازم أقعد أشتغل عن بعد، وبالتالي لا بحضر الدوام ولا ولا بأخذ التطعيم. هاي بروح هيبقى لحلقة دكتور. تمام، لأن هذه انصادفة بشكل يومي. لا يا أخي أنت، نحن قلنا لك اشتغل عن بعد لأنك لو أصبت ممكن أنت تتعب. الحين أنت اللي أباك تتطعم عشان ترد وتشتغل عادي. طيب صحيح، يعني ما أبغي أخوض أن في ناس يقول لك عندي حساسية من عند الماسك، ما في شيء يسمونه حساسية ماسك، هذا شيء نادر جدا. مكثر الماسكات الحين دكتور، يعني السوق الماسكات يعني صار كبير، في العديد من الأنواع والأشكال حتى الماتيريالز يعني مختلفة، فاللي يقول لك عندي حساسية من الماسك يعني في وايد في خيارات. صحيح دكتور بسام، عندنا مداخلة بس من أحد الأخوة يسأل يقول هو عنده حساسية يعني شديدة مثل ما ذكرت الشخير، وعلى أدوية ومستمر على الأدوية وخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، ولكن يقول يعني ما صارت لأعضاء يعني أعراض من الجرعتين، ولكن عنده نفس المشكلة يعني يتحسس بكل الأشياء اللي كان يتحسس منها قبل. فيقول هل ينصح الدكتور أن مثلا يسوي فحص الأجسام المناعية بس ليتأكد أنه كيف مستوى الجهاز المناعي عنده ولا لا دكتور بسام؟ يعني شوف، هو الآن يقولون إن أو بلاش كلمة يقولون، خلينا نوثق بشكل علمي. علميا ما تحتاج تعيد الفحوصات أو إنك تسوي الأجسام المناعية عشان تشوف إذا كان التطعيم عندك أو لا. حالات نادرة اللي هم أوردي، نحن مثل ما تكلمنا عليهم، مريض ياخذ علاج شبه كيماوي علشان مرض الروماتيزم، مثلا بعض امراض الروماتيزم يستخدمون ادويه معينه فيها تعتبر كيميائيه. نعم هذا بعض الحالات يجونه ويكون الاجسام المناعي عندهم اقل من 15، اذا 15 وفوق انت في الحته. فاذا كان شاف عمر انه ياخذ الدواء وشافك ما عليه، لكن اذا كان ياخذ ادويه الحساسيه العاديه ما في إشكالية. إذا يأخذ كورتيزون بشكل يومي، مرة ثانية أقول بشكل حتى يومي، حتى الجرعة دكتور ترى جرعة الكورتيزون بعد لازم تكون جرعة معينة يوميا يأخذها، تكون جرعة فوق 7.5 ملغرام يوميا. أما بخاخات الكورتيزون ما تأثر على المناعة. فاللي يقول أني أنا أخذ بخاخ كورتيزون ما بتلقح، فالدكتور يقول لكم لا بالعكس، أنتوا تكونوا لازم تكونون أوائل الأشخاص اللي تحصلون على اللقاح. دكتور بسام، عندنا أيضا سؤال آخر من أحد المستمعين يقول أنا أخذت اليود المشع وهو مصاب بالسرطان الغدد الدرقية، أقدر أخذ اللقاح؟ طيب هذا المريض يحتاج إلى أن يقيس، يعني شوفوا لكل حادث حديث، هذا مرض عنده إشكالية في الغدد الليمفاوية.
وبالتالي لازم تقاس نسبة المناعة الجسم العادية عنده قبل ما نقول. ويمكن أن يأخذ اللقاحات اللي فيها mRNA مثل الفايزر كذا بيكون أفضل له بالنسبة له، لأن إحنا ما نعطيه فيروس مضاعف وكذا. لكن أقول بشكل عام يقدر بس تحت ظروف معينة صحيح بيقررها الطبيب المعالج. دائما أنا أنصح الأشخاص أن يستشيرون طبيبهم اللي مشرف على علاجهم، هو أدرى شو متاخذ من أدوية وحالتك الصحية. فاللي فيه مثل ما قلت دكتور بعض الحالات الاستثنائية هذه، أنا أنصحهم يستشيرون طبيبهم المختص بعلاجهم. صحيح. وهو بيعرف بالضبط هل هو إليجبل أو هل هو يعني يقدر يأخذ اللقاح أو ما يقدر، أو يأخذه ضمن إشراف طبي. نعم. دكتورة هند عندنا مداخلة. إن اتصال من أبو محمد. صبحك الله بالخير والعافية وشاكرين تواصلك مع برنامج صحة وسعادة. نخر لنا إن شاء الله. مرحبا اخوي ابو محمد. الله يطول بعمرك. بالنسبه انا عندي سؤال، انا مسوي عمليه فتح قلب وسويت عمليه ديسك وقولون كل شيء والحمد لله، لكن اخذت اللقاح. بس انا بسال الدكتور بسام اني يوم شوي امشي مسافه استودي يضيق نفس، هذا اللي بسال، هل سووا لي موعد عشان ارقد ولا هذا ما اعرف كيف رحت النوم على قولة الدكتور؟ نعم. هذا طبعا يفضل ان طبيب مختص يشوف مثلا يكون امراض الصدريه مثلا، احنا نشوفك شو سبب الضعف. لكن افضل شيء سويته انك اخذت اللقاح، واي شيء تحسبه الان فهو له علاقه بالمرض الاصلي الموجود عندك، ما له علاقه باللقاح. لكن نعم يشوفك طبيب اول شيء طبيب القلب، اذا كان قال لك ان العمليه تمام وكذا معناته بيشوفك طبيب الامراض الصدريه علشان يشوف سبب ضيق التنفس من نعم انا سويته ب 2016 شهر 18/4 مستشفى كليفلند ابو ظبي. هي وقالوا لك ان عندك انت اللي هو غيروا لي الشريان ابني. اوكي تمام ممتاز تمام. الان معناها لازم نشوفك طبيب الامراض التنفسيه نشوفك. نعم. ونحن نقرر هذا كان اذا كان الاخوه اللي في الكنترول يعطونا رقمه ونحن ان شاء الله بنتواصل معه. ابو محمد الله يطول بعمرك. انا اذا بجيت 10 دقائق هذا يستوي لي ضيق نفس. صحيح. انا اخذت الكورتيزون هالبريتين اخذته والحمد لله ربنا لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وفضل الله وفضلكم والله وفضل شيوخنا الحمد لله. الله يحفظك. الله يبارك فيك ابو محمد. ان شاء الله بنتواصل معك بعد البرنامج و برتب لك إن شاء الله مع المعنيين في هيئة الصحة بدبي، وبناء على توجيه الدكتور بسام إن شاء الله الموعد المناسب لك. شاكرين التواصل يا دكتور. جزاك الله ألف خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شكرا أبو محمد وشاكرين تواصلك. شكرا جزيلا. نكمل دكتورة حديثنا مع الدكتور أنا بسام. أنا يعني استفسار بعد. نعم. يبون يسألون دكتور بسام، إحنا مستغلين وجودك اليوم دكتور نتحدث عن الحساسية وكوفيد واللقاحات، فكان يعني سؤال استفسار، أنا عندي حساسية من لدغة الحشرات، حساسية مفرطة، هل أنا بإمكاني أحصل على اللقاح أو لا؟ شو ردك عليها دكتور؟ طيب في فعلا في ناس عندهم حساسية من الحشرات أو من القرصة يعني. أي. يعني هاي تتفاوت ما بين واحد مجرد إنه مكان ينتفخ وما بين واحد لا ممكن حتى إنه ما يقدر يتنفس أو غيره وكذا. فأنصحهم يأخذون مضادات هستامين قبل موعد اللقاح. أول شيء يأخذ اللقاح يعني أساس نكون واضحين. أيوة. يأخذ اللقاح وما فيها إشكالية. صحيح. الآن دكتور عندنا أيضا مداخلة من الأخت. نعم. دكتور ما خلص الجواب على ال... طيب عموما يأخذ اللقاح ويأخذ حبوب الحساسية أسبوع قبل أسبوع اللقاح. تمام. نعم. تمام. تمام دكتور. عندنا أيضا مداخلة من الأخت فاطمة. أختي فاطمة صبحت الله بالخير والعافية. صبحك الله بالنور سرور. حالكم اليوم؟ الله يحييك اختي فاطمه. معك الدكتور بسام وايضا معنا دكتوره هند العوضي. تفضلي. السلام عليكم دكتور بسام. دكتوره فاطمه عليكم السلام. مرحبا بك فاطمه. هلا هلا. صبحكم الله بالخير والنور والسرور حياتي.
دكتور بسام، أنا كنت سويت اللقاح الأول من كوفيد 19. تمام. قبل ما أسوي اللقاح دكتور سويت الفحص البي سي آر طلع سلبي. تمام. عقب يوم سويت اللقاح أسوي الفحص البي سي آر طلع إيجابي، ودكتور كان مصاحبني صداع شديد شديد شديد، يعني ما تتخيل دكتور شو إيش كثر الصداع هذا، كان يعني كل ما أحط رأسي أقوم أسوي شيء صداع فيني نصفي، يعني لو أدق رأسي الجدار ما أحس فيه. طيب نعم. خليني بس أتأكد، يعني أنت خدتي اليوم، يعني مثلا نقول يوم سبت مثلا خدتي اللقاح، أي يوم كم يوم حسيتي بالأعراض هاي؟ نفس الدقيقة دكتور، أول ما غزولي الإبرة بعدها بخمس دقائق والله يعني الصداع. طيب. حتى اتصلت في الهيئة وزارة الصحة كلمتهم قالوا لي هذا شيء طبيعي، بس ما أعرف دكتور قاعد يعني ملازمني أسبوع كامل، يعني لم اليوم خلصت اليوم السابع من الحجر مالي، رحت لمستشفى عندنا سويت الإبرة مال الصداع، قال دكتور هذا فيك صداع ملازم يمكن من خبث الجرعة وكان فيك كورونا. نعم اختي فاطمة، وصلت المعلومة إن شاء الله، وبتسمعين الرد من الدكتور بسام، وأيضا عندنا مكالمة ثانية من الأخ نادر. مرحبا أخوي نادر. يا أهلا وسهلا. الله يحييك، تفضل أخوي نادر. وعليكم السلام والرحمة. شو أخبارك دكتور؟ طبعا الخير، حياك الله. يا هلا هلا. حسيت أنا عاوز أتفسر عن التطعيم طبعا كوفيد. ألو. اسأل دكتور يسمعك. تمام. أنا عمري 63 سنة، 2016 عملت عملية قلب مفتوح غيار شريانين، وفي يوم 17/12/2020 عملت عملية بتاعة قسطرة تركيب دعامية واحدة. بعدين أنا عندي الضغط الفوق دائما بيكون مرتفع، باخد كونكور وباخد الكوفرسيل. كوفرسيل باخد حبتين في اليوم والكونكور حبة. السكر شوية مرتفع، الكوليسترول ما في كوليسترول. فالمشكلة أنا لما مشيت عشان الطعام مرتين، المركز الأول لما نقاسوا الضغط طلع حوالي 155، قال لك لا. فأنا طبعا عندي تقرير من مستشفى القاسمي بالعملية تبع القصرة، وريته لهم قالوا لا لازم تراجع الدكتور تبعك، المشكلة الدكتور مسافر مش موجود. ومشيت مركز ثاني قال لك لا إلا بعد 6 شهور وتجيب تقرير من الدكتور. فما عارف أنا كيف طريقة التطعيم بالنسبة لي أنا. نعم الأخ نادر، بتسمع إن شاء الله الرد من الدكتور، وشاكرين تواصلك معنا على برنامج صحة وسعادة. الدكتور بسام، لو نختصر الرد لأنه باقي عندنا أتوقع دقيقة فقط. طيب خلاص أوكي. المريض الأخ اللي كان يتكلم الآن بعد ما سوى عملية القلب وكذا، هذا أعتقد عادي طبيعي يأخذ، ما بيكون فيه إشكالية. الأخت اللي أصابها صداع، الصداع وحتى أعراض الكوفيد البسيطة طبيعية أحيانا تصير بسبب التطعيم، وبالتالي ممكن قعدت معها أسبوع وخفت. الآن كون أن البي سي آر كان بوزيتيف، خليني بس أكد النقطة هذه، اللقاح ما يحول التست بوزيتيف، لا يكون الشخص تعرض إلى الفيروس بأي سبب إن كان. صح. وقد صادف الكلام هذا، وهذا سيناريو متكرر الآن، لغاية الآن ما ثبت أنه إذا أخذت اللقاح يصير عندك التست إيجابي. شكرا دكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بهيئة الصحة بدبي، واللقاء كان جميل وشيق دكتور، وأكيد إن شاء الله يعني برتب معاك إن شاء الله حلقات جاية ونتحدث عن مواضيع أخرى حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مستمعين الأعزاء، من بعد فقرة مرضى الجهاز التنفسي وكوفيد 19 مع الدكتور بسام محبوب، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأيضا كل الشكر والتقدير
للدكتورة هند العوضي. شكرا للمستمعين لحسن استماعهم وداموا بصحة وسعادة. نعم، تقبلوا تحياتي مستمعين لعزانا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.